ازاي؟ طب يلا، شناوي، اكرم، حجازي، ونش، فتوح، حمدي، سوليه. طب ده يعلمك ايه بقى؟ يعني في 7 سبتين، يعني الراجل مش بيتجرب، اللي هو قالب المنتخب حقل تجارب بس. لا مشكلة. انا وانت متفقين، بس الناس شايفه ان الراجل ليه ما مثبتش التشكيل، هو مثبت 7. فبالنسبه لي هو ثبت اللي نجح في اقناعه ان هو ده مكانه وان ده بيته وان الدنيا تمام 100%. تمام. وبالمناسبه منهم ناس متوظفه اصلا زي اكرم، فيعني عشان بس يبقى بالراحه برضه. طيب. لان انا في الاخر صلاح، مصطفى، تريزيجيه لو جاهز، مرموش لو تريزيجيه مش جاهز. هنا بقى التركه شويه. يمكن يكون في مفاجاه، ان يكون في مرموش ومصطفى وصلاح وتريزيجيه في القلب 8، لان انت بتدور على رقم 8 عنده معدل عمل عالي جدا، ورك ريت، عنده قدره انه يتحول لجناح، عنده قدره يجري في العمق ويتحول لصانع لعب، عنده قدره يرتد ويقطع الكوره، عنده واجبات دفاعيه جيده. مين متفصله عليه وترجع من الاصابه على 8 على طول وتجربه؟ يعني بص، يعني حاجه كده تطلع قلوب من عين كارلوس كيروش. يمكن لو تريزيجيه جاهز، يمكن، ويكون الكارت البديل لتريزيجيه في ناحيه الشمال محمد مجدي قفشه لو انا عايز امسك الكوره اكتر، وتريزيجيه مكان مرموش لو عايز ادافع احسن. اصبر عليا بقى، اصبر عليا. ال11 هتحط تريزيجيه جناح ولا 8؟ 8 8 في التشكيل الاساسي. ثم مرموش ومصطفى وصلاح، وهحط النني مكان السوليه. ونني مكان السوليه، يعني نني وحمدي فتحي. كويس. طيب ده 11. نكمل بقى لل 23 مع شناوي. مين الاجوان دي؟ من الحاجات اللي ضايقتني شويه، ان حسيت ان البطوله دي كانت تستحمل ان الماتش الثالث برغم انه جزائر او ماتش الاردن او ماتش السودان كان يستحمل اشوف مين الجول الثاني لمنتخب مصر من الاسامي الواعده الشابه اللي انت جبتها. ما حصلش، وبالتالي انت كده رجعتنا لان انا مش شايف حد بديل للشناوي. انا مش مطمن، لان في 2 حراس صغيرين عمرهم ما خدوا الرهبه بتاعه الماتشات الكبيره بتاعه منتخب مصر، وفي نفس الوقت انت مستبعد ابو جبل، فهنا الحيره شويه. والماتشات اللي ما بعد كاس الامم اعتقد فيها ابو جبل مش هيكون اساسي، فانت لو كنت خدت ابو جبل في كاس العرب كنت على الاقل قللت مده غيابه عن الظهور الدولي للاسبوعين بتوع الدوري، فما حصلش حاجه لو ضميته في كاس الامم وبقى رقم 2. ولو ان طبعا ابو جبل فورمته في ماتش الاهلي والزمالك وما يليها ما كانش احسن حاجه، لكن على الاقل كنت ورتني، وانت في حقل التجارب كنت ورتني الجول. طيب كيبر التاني. انا بقول صبحي تاني. تاخد مين التاني؟ هي بالفطره بتاعتنا والتالت هيكون صبحي. جاد ولا ابو جبل يجي في الاواخر؟ او انا برضو ممكن اخد ابو جبل على اعتبار ان صبحي ابو جبل. محتاج تالت يكون كويس. بديل اكرم فتحي. فتحي لان عمر كمال عبد الواحد هجوميا لاعب طبعا ممتاز في انه بيديني سبرنتات وحاجات كده، بس البطوله كويس محتاجه. قلوب الدفاع، قلوب الدفاع ايمن اشرف واحد من الناس اللي كده كده متصنفه في قلوب الدفاع البودا، لو هو البديل رقم 1. البديل رقم 2 انا كان نفسي اشوف عبد المنعم، لان انا كنت شايف ان تجربه ياسين محتاجه زمن اكبر من تجربه عبد المنعم. عبد المنعم اللاعب اللي بيعرف يقطع الكوره بهدوء اكتر، ياسين لعيب قوي بدنيا بس محتاج يتعلم تمركز، فكان سهل اعلم عبد المنعم اكتر من ياسين. طيب علي جبر ومحمود علاء؟ لا. وعبد الغني؟ لا، الاثنين لا. وعبد الغني كان مؤخرا فورمته متذبذبه، عشان كده ممكن ياسر ابراهيم لو لعب في الماتشين الجايين بتوع الاهلي. ياسر لو لعب الماتشين الجايين، لو ما لعبش ممكن اخد بقى واحد من الاسامي اللي انت قلتها، بس على اعتبار انهم مدافع رابع، لان في الحقيقه علي جبر من اللعيبه اللي هو برغم خبراته الدوليه الكبيره، بس في مشكله في برجل علي جبر والماتشات بتاعه المنتخب. هيكتور كوبر كان ذكي في انه على طول مؤخر خط الظهر. المنتخب ما بقاش بيلعب كده، بقى بيلعب برو اكتف فوتبول، بقى عايز قلبين الدفاع في ظهر الملعب. طيب باك شمال بدل فتوح؟ مش عايز حد. انا عارف ان حمدي من بيراميدز اكتر مرشح ليهم. ايمن اشرف يمين احسن بالظبط كده، واكسب واحد في المراكز اللي قدامي اللي فيها وفره. صح، انا معاك في ده كليا، بس حاسس انه هياخد ياسين وهتبقى مفاجاه. لا ياسين مش هيبقى مفاجاه، بس انه ياسين وايمن اشرف قلبين الدفاع. قلبين الدفاع. السؤال هياخد حمدي بديل لفتوح ولا لا؟ ايمن اشرف يغطي لك المكانين وزيد ويزيد واحد زي ما انت قلت. ده رايي. طيب ثم نص الملعب بدل النني وحمدي، عندنا سوليه، وعندنا هتدخل طارق ولا مهند؟ طارق. انا عايز طارق، بس اعتقد انه هيروح لمهند. هو هيروح لمهند اعتقد. كويس. تريزيجيه بديله قفشه. صلاح بديله زيزو ولا مصطفى؟ ما احنا حطينا يمين مين؟ ما حطينا صلاح. لا قصدي ارتكاز يمين، انا اسف. ما احنا عندنا حمدي والنني.
انت حطيت السوليه حمدي وبديله طارق بالظبط كده، ونني والسوليه والسوليه كويس، التالت قفشه وتريزيجيه وقفشه يمين صلاح، يمين صلاح بديله وبديله زيزو كويس، شمال مرموش وبديله، انت هنا اوريدي استخدمت تريزيجيه فبقى عندك حسبه حلوه. هحط شريف، بس هحط شريف وانا املي انه يكون اللي بيلعب المهاجم الثاني او الثالث مع احمد ياسر ريان اللي يكون بديل مصطفى. مفيش عبد الله؟ لا مفيش عبد الله، وبالنسبه لي اعتقد ان رمضان حظوظه قلت، لانه رمضان اتظلم بانه ما كانش في كاس العرب بسبب التزامات بيراميدز، يعني مش لسببه، لان رمضان كان عنده فرصه في كاس العرب انه يصلح الصوره اللي ما ظبطتش في الماتشات اللي قبل اخر استدعاء دولي، ولان دلوقتي ما بقاش فيه وقت عنده انه يثبت الكيس بتاعته ان هو اجمد من انه يستبعد. طيب لان المركز ده فيه اثنين لعيبه اوريدي جامدين قوي. انا مع ان في عبد الله وهيشيل واحد من نص الملعب، يعني هيستبعد طارق سوليا وحمدي والنني وايمن اشرف رابع لو احتاجته، يعني هو هيلعب بايمن ان هو ضرب لك التلات اماكن وهياخد مع عبد الله، والله اعلم. ممكن كل شيء ثم مصطفى محمد و احمد ياسر ريان. طبعا احمد ياسر ريان 100%، مش مصطفى فتح. المشكله عندي مش مصطفى فتح. يعني الازمه دلوقتي مش مصطفى فتح. ما تحطيتش شريف وحطيت قفشه وحطيت زيزو، شلت طارق. الخوف عندي ان المهاجم رقم 2 يكون عنده مروان حمدي مره ثانيه، مش قليلا من مجهود مروان بس السرعه اللي مطلوبه وانت بتلاعب خطوط ظهر هم كلهم في معظم دول القاره لعيبه ما عندهاش تمركز جيد على قد ما عندها قوه بدنيه وسرعه، فانا محتاج سرعه. انت تتمنى احمد ياسر؟ لكن هو هيعمل؟ لا اتمنى احمد ياسر واتمنى يعمل احمد ياسر. خلينا نتفرج.